مرحبا، شلونكم؟ هاي حلقة جديدة من بس بالعراق، الموسم الرابع. اليوم أنا موجود بأكبر مكان يصدر منه الأسماك البحرية لباقي محافظات العراق وإلى الشمال. أنا موجود بالنقعة. اليوم راح أعيش بهذا المكان اللي هو مكان بورصة الأسماك العراقية. راح نشوف شقد أكو أنواع من الأسماك اللي موجودة بهذا المكان، وشقد أسعارهن، وشنو أغلى نوع من هاي الأسماك اللي يتم بيعها بهذا المكان اللي اسمه النقعة. خليكم ويانا. اللي ورايا هو مزاد، مو مزاد سيارات ولا مزاد نفائس ولا مزاد امور ثمينه، لا هو مزاد مال سمك. هنا تطلع الشروات مال السمك يصيحوا لها شروات، هنا العراقيين بالفا وبالبصره 20 كيلو يصيحوا لها شروه، يبيعون بالجمله لباقي المحافظات، فيصير عليها هنا مزاد. هاي المكان هو النقعه، مختص بانواع الاسماك البحريه. من هنا الاسماك البحريه تنطلق الى باقي المحافظات، للوسط، لبغداد، للعاصمة. الأسماك اللي تشوفوها بكل مكان بالعراق هي تطلع منا من النقعة. هذا أغلى نوع؟ لا، أكو صبورة هم غالية. صبورة غالية؟ هذا زبادي. بس هسه حاليا أغلى شيء هو هذا. مالتنا هسه هذا زبادي؟ هذا مالتنا. مالت صدفتي. هاي 35,000 الكيلو اخوان، صاير بيها نص كيلو. هاي السمكه اجين تطلع هسه ب 700، 20 كيلو 700,000. 700,000 الصبور اغلى من عندها مو؟ الصبور الخشنه. الخشنه هسه ماكو، الموسم مالها انتهى. الموسم مالتها انتهى اخوان. هذا الزبيدي العراقي مال الفاو بين النص صدف. زين، بين النص صدف؟ صدف هاي عراقيه. هاي عراقيه، معلومه جديده. والصفرة بعد مال مال الخليج؟ إيران. مال ايران؟ الكويت. هذا الزبيدي العراقي. بس غالب 35. زين 35 كان ب 40. الموسم ماله رخص. الموسم ماله رخص. وصل 50 52 كيلو. 52 كيلو. كعال بالشتاء. واكو ناس تاخذه تشتري. كعال بالشتاء شوفوا بيش. هاي شنو؟ حق الجيش ياخذونه الكويتيين يشترونه بخمسة. لا الكويتيين عمي. والله. والله العراقي ياخذه. العراقي ياخذه. ياخذ رقبته. ايه العراقيين يحبون لك. طبعا قال خوات انه محامل شيء حتى 100 ياخذ. اي. هذا الزبيدي بس بالعراق 35,000 الكيلو. يقولون جماعة سلة ب 700. 20 كيلو ب 700,000. هاي سلة، هاي شروة. اي شروة. ابو العمال يعني يكمل فوق يومي 5,000 يلا يشتري لك كيلو. مو؟ نعم هسه ما يخالف. قال هنا اكو صبور الزوج مات ب 150. صبور الزوج ب 150. الزوج مات ب 150,000. وياخذون العالم يشترون. ياخذون بعد. هي مغسلة. هذا شرايب. شرايب هو ياخذ ب 150. يشترون ياخذون. حلو حلو. خليكم هنا، خليكم. بس صبور ماكو. بس صبور ماكو، خلص مدته. ايه الموسم ماله انتهى. يبدي من الثالث للسابع. من الثالث للسابع. من الشهر الثالث 15/3. ايه. الشهر السابع ينتهي. ينتهي. النوبه تصير ناعمه، تصير بشهر الواحد. بالواحد؟ تخلص. يعني تقريبا شهر اغلى شهر تخلص. ايه. النوبه تبدي من الثالث 15/3 الشهر السابع كل سنه. كل سنه؟ مرة بس. سنة مرة. ايه. بس هو اغلى نوع موجود هنا. الصبور. الصبور اغلى شيء. من ما عدا الشماهي. شماهي شنو هذا؟ شماهي سمك كله خشن. شماهي؟ هاي شنو؟ بحريه؟ 10 ورقات. سمكه ب 10 ورقات؟ اي هاي الشماهي. اكثر هم توصل بعد. شنو هاي؟ والله على مود الزنبقانه اسوي فيها عمليه. هذا زنبقانه شنو هذا؟ بعد هاي اسوي عمليه مالت. قصه طويله هذا اسال. عم يسولفون كل ما نعرف. انا ما نعرف. لا والله من بيحها ما نعرف ايش يسوون فيها ما يسوون. هاي شنو؟ والله. بس 10 ورقات. اي والله. سمكه ب 10 ورقات. يعني 60 دولار 70 دولار. 70 دولار. ورقه توصل حتى ورقه. شنو كبيره هاي السمكه تصير شنو؟ كبيره من 20 15. هاي شنو هاي؟ اكل طولك. ماكو هسه هنا؟ لا ماكو هسه مو موسمها؟ لا موسم. ها. 10 ورقات. اي والله. ويشتروها الناس. يشتروها عادي. هاي شنو؟ انا اول مره اسمع بيها. نعم. انا ما سامع بيها شماهي. 10 ورقات. خليكم مستمرين، معلومات تشوفوها بس بالعراق.
العروسة شنو هي؟ هذه عروسة. تخلطون اياها؟ هاي عروسة صعولها؟ اي عروسة. اخوان هاي عروسة هاي؟ عروس البحر هاي. بحري هاي بحر؟ مال بحر. يعني أول مرة أسمع بها أنا كذي. بس حلوة هاي لذيذة. وياكلوها العراقيين يحبوها. حلوة هي حلوة هاي. ها. والله صدق هاي شو العديد. ليش هاي؟ هاي كيلو بأربعة. كيلو بأربعة؟ اي نعم. هذا شنو هذا حمام؟ هذا حمام جيش بكيلو أربعة ونص قاعد وياك. حمام بأربعة ونص، ايش عندك بعد نار؟ عندي هاي الحمراء سلطان إبراهيم، حمل كيلو بأربعة تقريبا. هاي الكيلو بأربعة؟ اي. شلون السوق زين؟ والله السوق زين، أوكا زين، السكة حلوة زينة. ها. من السلف هو؟ اي ما الجو ما تني انا زين الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر يعني ماشي اختلف الجو بالفاو اختلف اي وين كان حر وشهر ما بي ايش وقت حاره اي تنقطع علي نعمه لا نعمه بركه نعمه زبيدي ما عندك لا زبيدي ما عندي زبيدي غالي والله ما نقدر ناخذه من بيت هاي شنو؟ اي الكيلو ماله خشن 35 40 خشن 35 40 اي وصلت ب 20 ما نقدر نبيعه الكلام شوي رخيص نقدر نبيعه تقدر تبيعه اي نقدر صعب ايش تجي هنا؟ نعم سعبيش تجي يومية والله اجي ويا الاذان ويا الاذان هاي يومية الدهن يومية انظر للظهر ما عندك غير شغلة هي هاي لا لا ما عندنا غير شغلة بس هاي صار لك هواي عليها شغلة ما صار سنين 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 تقدر تقول لي كم نوع سمك هنا؟ والله انواع بالالاف اقدر اجيبها اوكي اي نعم ما ينعدن ما ينعدن خاصة سمك البحر ما يلعب ما ينعدن بالالاف 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 الانواع هاي والرزق زين؟ لا رزق الحمد لله الحمد لله الله ميسره الله رزقك يا ابوي الله, الله رزقك يعني مثل ما تشوفون احنا بالفاو هاي بورصة السمك بس بالعراق شوف مثل هذا المكان هنا اكبر مكان بالعراق يبيعون فيه الاسماك البحرية بس بحر هنا اي بس لو حتى من البحر بس البحر يورد بس البحر هنا اي نعم بس البحر اسماك بحرية اللي ببالكم هنا العراق كله من هنا ياخذ سمك بحري جو هنا السحولة شروة تبيعون اي شروة اي شروات اي شروات شروات كل المحافظات العراقية تستورد السمك من هنا منطقة اسمها النقعة موجودة بالفاو هذا جامبو ربيان الجامبو هذا بيش كيلو اكبر حجم يسمونه تليفونات التليفونات تليفونات الاكبر شيء يسمونه تليفونات سحولة هنا يعني تليفونات 12 حبة 15 حبة كيلو 15 حبة كيلو كيلو بيش اخشى شيء مو شرط 30 25 20 مو شرط حسب السوق اللي يمشي الناعم ولا الخشن؟ لا الخشن هسه الماشي دائما بالسوق ايه الوسطي الوسطي شحيمي شحيمي الناعم كلش سووا مطبق سووا حميشة ومشويكة ومشويكة الناعم كلش ايه والوسطي شحيمي والخشن جامبو تليفونات جامبو تليفونات هذا اخشى شيء حلو زبيدي هذا شنو؟ زبيدي ثلاث انواع ايه زبيدي شلون يعرف عراقي؟ نشوف الصدف ماله تجي بيدك حلو صدف عراقي ماله؟ هذا عراقي هذا عراقي الاصلي اكو ناعم وخشن ووسطي ووسطي هذا الوسطي هذا الوسطي هذا كيلو بيش هذا مو شرط يوم 20 15 25 حسب اليوم بيش هسه هذا ب 20 يطلع تقريبا كيلو ب 20 اي الاربع كيلو كم وحده؟ 5 كيلو هذا اها ما شاء الله هذا بياع ما شاء الله الفكتوري شو يصير؟ ايه شوي فكتوري هذا فكتوري صح ولا؟ العفو قلي قلي ايه والميد الميادة تصير انعم منها تصير ايه؟ شوي شوي هذا الحاسون هذا قلي هذا حاسون قلي هذا ايه؟ كان ما حد يعرف له كان كيلو 2 2 ونص 1000 ونص هسه لا 6 5 صعب من عرفوا العالم لان بس لحم شلون تشبس من القله صدفته وقلي تشبس ما بيها شوك بس نسول بالنص و حلو كلش حلو 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 هذا الصبور هذا صبور الناعم صبور الناعم هسه موسم انتهى هذا آه انتهى هسه يجي مع الرده بس ناعم 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 هذا ما ينباع ازواج اكثر شيء آه. على الكيلوات كيلوات اي الصبور كم غالي الصبور؟ اي مو شرط هسه يطلع 180 يطلع الكيلو 8000 8000 حلو 9000 يطلع حلو هيك حلو كم كيلو يعني؟ 25 كيلو شو بلط لي اياها؟ ما شاء الله ما شاء الله هاي شنو هاي هامور؟ هذا سكن سكن؟ اسمه سكن هاي من هنا؟ مبارك عراقية؟ ما اعرف عاد نشتري شو طراري نحن؟ تشتروا منا؟ ايه هاي شلون تنباع؟
تنباع، اكو بيهم يبيعون لحم بس احنا نبيعها على المحافظات، جماعه النجف كربله تبيعوها كامله كبرها. كبرها هو يقصصها ويبيعها لحم، يبيعها لحم اي مثلا يفصل الراس بحر. هاي بيش هسه؟ كيلو 6000، 20 تطلع 120000. هاي ب 120000 السمكه؟ اي طولها متر بس جمار، هاي بس جمار لحم، بس لحم اي هراوك الهامور. اسمها سكن؟ سكن اي هراوك الهامور. ما شاء الله سمكه طولها متر 20 كيلو، كيلو بستة مو؟ اي سمكه ب 120000 يبيعوها لحم يقسموها. هذا الهامور اكل الملوك، هذا اكل الملوك. اي هاي بيش؟ هذا كيلو يطلع بس مو شرط، يوم ب 8 ب 9 يوم صاعد يوم نازل يسو. يوم صاعد يوم نازل. هاي شنو هاي الطويله؟ هاي خباب. شلع خباب. هاي خباب؟ هذا ما بيه شو كلش، بس سنسول. بس سنسول ما بيه شو ثاني. يسوون مقشر ويشتغل. يسوون مقشر ثاني. هاي بيش؟ هذا كيلو يطلع 6 6 ونص، هم يوم صاعد يوم نازل. زين الاسعار انا اشوفها. اي اسعار اليوم مناسبه حلوه. الاسعار زين. هذن هذن النعمات شنو؟ هامور صغار. هذا هامور صغار. ايش عندك بعد؟ عندنا هرامش هاي. هذا سمان. اقول هامور. شبيه الهامور. ايه. هسه هذا الكيلو تقريبا يطلع ب 11. ايه. وهذا يطلع ب7، شوف نفس الشيء. بس هذا اخشى من عندها خشنة. ها. هذا هامور وهاي سمان. هامور وسمان. حلو. اشوف لك وحدة مرة. بعدين الفرق؟ نفسها. كلش. ما تبين. هذا كله بحري مو؟ كله بحري. هنا نهري ما. حلو. هراوك الغبغب. انواع هوايه من الاسماك. شلون حافظين هذني الاسماك؟ ما اعرف. ها. سلطان البحر. هذا الغبغب. هذا احنا ما ناكله. هذا اكو عالم ياخذونه دوا، اكثر العالم دوا. دوا؟ دوا. ها. والله ما مر السلطان الله يكفينا الشهر، ما ادري شو اسمه. ايه. ياخذونه. هذا القبقب. قبقب. سلطعوني صح ولا؟ سلطان ابراهيم. استاكوزا. سلطان ابراهيم. ذول الجماعه ال اخواننا بمصر. وهذا ام الربيان. هذا ام الربيان. ام الربيان. هذا نبيش. هذا كيلو ب 10 ب 11، هذا 2 ونص، هذا المريض نعطيه دواء ببلاش. تطب ببلاش؟ ببلاش. هاي شنو؟ والله هسه اكثر العالم يعطونا دواء نعطيه ببلاش ثواب. ما شاء الله. بس هذا لا بيع، هسه هذا يطقون الراس بس هاي لحم. هذا هنا لحم. حلو. ام الربيان. ام الربيان. ام الربيان امها. هاي امها. حلو. 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 هذا ب 10 كيلو؟ هذا 10 11 9. وهذا تطوه مجانا؟ اي نبيع نبيع لا بفلوسه، بس المريض مجانا. شنو اغلى سمكه بعثها هنا؟ الشماهي. الشماهي شنو هاي؟ الشماهي بس ما مشبوب. الشماهي ياخذونه ما ادري شلون بتكرمتش تصير زنبقانه. زنبقانه شنو؟ هي ببطنها تصير نخواخه. زين. اكل طويله. زنبقانه. زنبقانه يصير يوصل سعرها لا يوزن بقانه 80 90 دولار مو شرط. كيلو؟ كيلو. لا لا ما مشقوقة. إذا ما مشقوقة. إي بس لا تنشق بس لحم لا. أرخص؟ أرخص ب 8 9. توصل 10 ورقات قلت لي؟ 10 11 12 حسب ايش قد ما أكبر. سمكة ب 12 ورقة يا أخوان. أكو صحيح. الشماهي والله. شماهي. معروف إي. ويجي وراه الزبيدي. والصبور. الصبور. داقوق هذا السمك الحلو، الهامور. النويبي، شنعة، الخبار. هاي السمك الحلو. حلو. اي ولا حداك شعري برطام هاي الشعري. هذا الشعري. هذا الشعري. هذا اللي متوفر دائما بالسوق. هذا موجود بالسوق. عندك. حلو. هذا موسمه ما ينقطع. حلو. هج على طول. حلو. العراقيين يشترون؟ يحبون السمك. احنا اكثر بينا على العراقيين. هنا هاي العلوه. باقي المحافظات يعني واصل للشمال؟ العلوه يوصل هاي العلوه الرئيسيه مع العراق كله. صح. علوة الاسماك الفاو بورصة السمك بالعراق. ما حكيك النهر البحري ايه. اطيب سمك البحري لان ما ينعد 63 نوع. لا نوع 63 نوع البحري. 63 عادين. انا سالت قالوا ما ينعد. لا اكو ناس مال قبل عادين. 63 نوع. 63 هو هسه جن اكو كم نوع ما حد يعرف شلون. جدا جدا. حلو حلو. هاي العلوة الرئيسية مالت الاسماك البحرية بالفاو. يوميا فاتحين التنهار. يوميا 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 بثلاثة بالليل بالموسم يصير مزاديا. ايه مزاد تقريبا يبدي من الاربعة من الخمسة خلص بالسبعة. زين. انه بيبدي من 12 لتلاتة. ايه. شنو يعني شحيمة؟ نعمة. نعمة. اكو جامبو، اكو مزلبك. فانت هنا تفلس وتبيع؟ لا عامل انا. بس تفليس. بس تفليس. وبيعوه هيك قبل، ليش تفلسوا؟ لا يردون تفليس. جماعة الاقتصاد ما يبيعون. اه.
صار بيش هاي الكيلو؟ الكيلو 10 هذا. هذا باربعة. نفلس بعشرة؟ بعشرة اي. والعادة هذا ما نفلس يه باربعة؟ باربعة. صدر الربيان يسوي مطبق مو؟ مطبق حميسة. مقشت ذاك شو اسمه حمام؟ حمام اي حمام. لا جو التمن يعني. جو اه. مدفونة يصير كل شيء. مدفونة هم يصير؟ اي. شو العراقيين ياخذون عليه اقبال يشترون؟ اي عليه اي طلب وايد. عدد. عدد شنو هذا؟ عدد تمن وايد. لا صدق. شيء يشتغل مثل الطماطة. كل شيء يشتغل. مثل الطماطة؟ اي. لا صدق. شلون الشغل زين هنا؟ الحمد لله نعمة. اه. قازرة والله. ماشي الأمور؟ ماشي الأمور. الله يرزقكم. يرزق الجميع. إن شاء الله. إن شاء الله. هاي سويت تعال تعال سويت عندي هيك احلى من المطبوخان لا صدق والله ها والله شبيت ها صدق تحكي يعني والله شبيت غالي مطبوخ لا عادي عندك هيك احلى عندنا قبل اطيب ايه هاي شنو والله عادي هاي بس بالعراق شوفوها اخوان هاي بس بالعراق بس بالفاو مو بس بالفاو ياكله خالي اسميه دود دود مو؟ ايه شلون تاكلون الدود انتو؟ هذا دود هذا حلوه مو؟ خبل خبل انا اهل البصره اهل الفاو شغله لا طيبه يصيحوا لها حلوه 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 لا طيبه يصيحوا لها حلوه خليكم ويانا مستمرين احنا ببغداد عندنا بس الكاريبي نعرفه انتوا ناكلوا ببغداد اكلكم بس انا اقول لك الخشني البني البني زبادي مرات نجيب احنا لا احنا هنا نختلف احنا هنا شنو يختلف؟ عندنا مثل السبتي هذا ما ناكله قليل قليل اي مثلا عندنا النويبي الشانك العندق البرطام الشعري النقرور يعني تقريبا مزلق مزلق عندك مزلق ابو ضروس عندك وايد وايد مزلق ابو صخر قبل شوي شفناه هذا هم مزلق ابو صخر يمه هواي بس السمكه المضبوطه اللي عندنا اللي مرغوبه هنا بالفاو يعني على كافه العراق صبور طلع لوالدي من بعد الصبور يجي داقوق من بعد السمكه قالوا لي عليها شو اسمها هاي الغاليه ب 10 ورقات توصل 10 ورقات شمال شمال شماهي شنو هاي شماهي خل اقول لك الشماهي سمكه اسمها شماهي شماهيه شماهيه اي هاي تنزلها على اليوتيوب الصوت مالها شلون البي كي سي ها والله العظيم بي كي سي صوتها بس هاي شنو بيها؟ بيها شغلات للعمليات. يعني هي مو للاكل. علاجات. اي يعني هي مو اكلها يعني على مود شيء غالية، لا هي اكلها درجة أولى. حلو. بس المصارين مالتها والتشيس مال البطن مالها يسوون خيوط مال المصارين مال العمليات. اه. والله هذا ياخذونه على الوزن. ياخذونه على الوزن. اي الكيلو ماله ما ادري كنه برقة وبرقة ونص بعد ما ندري. ما موجود هسه هنا حاليا. لا لا هنا ما لا وجود. غالي. هسه راح تنظفها؟ احنا هسه ننظفها ونكملها بس انا اقول لك راح تقطعها؟ اي بس هاي مطبق هاي مطبق غير مطبق ما ترى لا ترى بس غير مطبق ويلي ويلي مطبق وترتيب وشغل عدل شعريه ودهن حار شويه وياها الله شجاع على الشجاع لا شغل عدل مو؟ السمك الفاو اي السمك الفاو شغله شغل عدل بس بالاكل مضبوطين عندنا هذا الروبيان هذا الروبيان اي شو تريد يعني؟ مطبق شو تريد؟ حميسه؟ احنا من ناكله ني. ايه شنو الفيلم؟ انا اقول لك هذا اكل الني بعد لا تروح للدكتور. عجيب. الله شاهد قل للمراه قلها مراه لا تروحين بعد للدكتور. اوه. والله العظيم خذها من عندي. هذه هي. بس هذا الشريط، شوف هذا الشريط الاخضر. ايه. هذا هذا الشريط، هذا بس السحبه. ايه. اوكي. والله شو جرب خلنا نجرب الطعم. الطعم؟ ايه. بس اذا طلع. الله الله. انت تعشق السمك والله العظيم قديم انت بالسمك بعد انا من ال 92 من 92 بهاي الشغله هاي الشغله شوف هذا 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 هو اللي الزباده هذا الذبحه هاي الذبحه هسه تعال هنا شو تريد؟ نية هذا يعني معناته اليوم شو اسمه بعد احنا اليوم في اليوم بعدنا اليوم في دين
شاء الله بعد الدار هذا الله كريم. لا طعمها طعمها يختلف. حلو هسه انت اكلتها انت يعني شو مثل ما تقول ربيانة عادي. والله طلع دخل اضوفها انا سوى لواس عموما ما بيها زفورة بعلي ما بيها زفورة ما بيها زفر ما بيها زفر من كلتها هسه ما بيها كل زفرة ما بيها هاي ولد تاكلون ربيان؟ لا هذول كلهم سماته كلهم قال كل بس كنت مع ها؟ شنو هاي؟ تكون انت بالبيت هسه ساي قبل؟ قبل انا مسؤولين اه هاي اول مره كلها يعني قيت فيها طعم زفر عاتب حلطوم والله العظيم ما بيها زفر هي ما بيها زفر من الله ما بيها زفر طعمها مقبول او ياها كذا طماطيات وبصلات وثومات وكذا شغل عدل مقشط هم مسوون شيء اكيد بالمقشط مو حلو بالمقشط لا حمام لا صباط صباط والحمام اي هذا يسمونه مقشط بس غيره لا السلقوه اي وتسوي مطبق على تمن على تمن بس حلو. الروبيان لا قول لا مطابيج 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 حلو كلش حلو عجديدك ابو علي معلومات هاي تقبل عجديدك عجديدك خليكم ويانا خليكم ويانا مستمرين قوام الله ابوي شلون الشغل اليوم؟ والله هذا حمام مو صحله؟ لا جشت حمام جش جشت؟ جش جش اي هو حمام يعني؟ اي حمام جش تبيع كيلوات شنو؟ والله اللي ياخذها النظفه اللي ياخذها تقطع لها اياها نظيفه كامله كامله سووها مقشت هاي مو؟ ناب الفار؟ شوي مطبق شوي شوي مطبق هذا اكثرته كله لحم يعني ما بي شو ما بي اي ما بي لحم خالص لحم بس لحم الله يرزقكم جميعا الله يحفظكم شلونك؟ هذا صحوا لي عتروزي لو تعروزي عتروزي لو تعروزي هذا عتروزي لو تعروزي عتروزي هذا عتروزي ايش كذا الف ونص بلاش كله على ربع كله بربع كله بربع بس بالعراق كله بربع هاي الحياة بالفاو بسيطة بسيطة إلى أبعد الحدود كيلو بربع شو تريد هنا أنا 5 كيلوات بلف كيلو بربع بس تخذ بس اشتري شوف العالم كلها عايشة بقناعة كلهم قلب على قلب بعدهم على الفطرة الأولية الفطرة القبلية وعايشين عايشين حس أهل الفاو عايشين بمنطقة محصورة عن العراق كلهم من هنا بفطرتهم بعفويتهم بطيبتهم متعايشين كله رخيص شو تريد هنا من مخضر شوفوه هنا رخيص بعدني أنا بالفاو أنا طبعا من المتابعين لهذه القناة الشريفة السباقة في كل أنحاء البلاد عراقنا العزيز الحبيب وأهلا وسهلا بكم حللتم علينا ضيفة ضيوف أعزاء وطبعا ناهيك عن خطورة الطريق وطول الطريق وتعب الطريق ومشقة الطريق
حياكم الله وبياكم في قضاء الفاو بين أهلكم وناسكم وأحباكم وأعزائكم وهذه المدينة التي تمتاز وكثير من الناس يعرفون أنها تمتاز بالطيبة وتمتاز بالكرم. وإن شاء الله كل العراقيين كرماء من الفاو إلى الموصل. طبعا هي هاي مو جديدة على العراقيين وأهلنا بالفاو، وإحنا نتجول بشوارع الفاو شافنا أبو مؤمل ما يعرفنا، قال انتو عم مبينين غربة بلي. اليوم انتو غداكم يمي بلي. والميزة اللي يمتازون بها اهل الفاو اذا تشلبونهم بواحد ما يهدوا الا يجي يمهم للبيت. الله يحفظ. انا اعتقد زائر هذا اعتقد خامس بيت بالفاو جرب الطعم. حياكم الله وحياكم يا اهلا. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وال محمد. حقيقه اللي صار حلقه اليوم يعجز اللسان على وصفه، واحنا اذا نفطر بالسوق ونسوي لقاءات وفلوق كامل لقانا شخص اسمه ابو مؤمل، قال عم اليوم انتو غداكم يمنا واهل الفاو بصورة خاصة اذا تشلبوا بواحد ما يهدوا الا يتغدى يمهم بالبيت. مثل ما شفتوا دخلنا لبيتهم وسوونا الغداء واحتضنونا باسلوبهم الراقي ونفسيتهم الطيبة، سوونا سمك زبيدي وهامور مطبق طريقة اهل الفاو. هي هاي الشيمة العراقية بصورة عامة، وانا تحديدا بالفاو عشت هذا اليوم يم ذول الناس الطيبين ابو نور شيخ ابو نور وابو مؤمل، وفتحوا بيوتهم فتحوا بيتهم وقعدنا كنا ناكل ونسولف كأنه الموضوع طبيعي. هاي تشوفوها وين؟ بس بالعراق. الحلقة اللي نال انتهت، انتظرونا بحلقة جديدة من بس بالعراق، وانا سجاد الشاعر.